لأول مرة نوف بنت السويدي تكتب جريمة. كان يتكلم عن دكتورة نفسية تعالج مرضى. هذيل المرضى عبارة عن ناس عانوا من الحياة. في شخص وايد قريب منها حاول إنه يؤذيها ويقتلها كذا مرة، ولكن انصدمت لما فتحت باب شقتها لقيتها مقتول في شقتها رغم إنه كان يحاول بقتلها. تتميز إصداراتها بأفكار جديدة مثل إضافة باركود لمقاطع توعوية وتفاعلية للقراء. كانت فكرة جميلة والجمهور بحد ذاته استمتع فيها. صار يعني سوى نفس عمل جديد إنه يسوي سكان عشان يفتح إن هذه الكاتبة شو حاطة في هذا الباركود. وهذا الباركود اللي أمامك يفتح لك على فيلم أنا عبيدك. هو فيلم يوعي أولياء الأمور على إدمان الأطفال من رفقاء السوء. فالفيلم قصة حقيقية صارت وحبيت أني أنقلها للأطفال لأنهم الفئة المستهدفة حاليا. نوف بنت السويدي تتميز بمشاركاتها النشطة في معارض الكتب، معززة بذلك حضورها ككاتبة ومؤكدة على أهمية التواصل مع قراءها. من أهم المعارض اللي حضرته هو معرض الشارقة الدولي للكتاب ومعرض أبوظبي للكتاب، وحضرت معارض خارج الدولة وهم المعارض معرض الرياض الدولي والكويت ومسقط إن شاء الله قريبا والرياض.